هلا بلشنا قتال مع الدكتورة سواب الغبرة تحت الهواء، انه منيحة ما منيحة، بتاكل كترتها شاورما ما بتاكل؟ تاكلي ما بتاكلي، شو رأيك بالشاورما قبل ما نرحب كتير فيكي؟ كتير معجبة فيها. وبتاكلي شاورما؟ اي نعم، وبشجع فيها واشتغلنا من وراها اساسا. لو كانت فرط كانت العالم كلها نحفت، بس هي عندها سجادتين خبز تحت منها وبيسقسقوها مثل ما قلت بالشوربة تبعها وهيك، بس هي مكافأة للذات. مكافأة على فكرة لقلكم شغلة، إذا فعلا عم ناكل شاورما كلحم بس دون إضافات مايونيز ومايونيز حتى لو فيها توم فروج ما لا سيئة على فكرة. تماما مكافأة. حتى لو دهن فروج طبيعي. مين اللي حلق على شوربة شاورما فرط يعني بدون هاي الخبز تبعها؟ ليش عم نحكي هيك مشاهدينا؟ حتى ما يفكرونا جايين نحن من القمر من كوكب ثاني عم نحكي. ناكل ناكل شاورما وعزمونا وجربوا. نسمع كتير بجملة اشربوا مي كتير حتى تغسلوا دهون الشاورما ودهون غير الشاورما وكل شيء ممكن يصير تبعات من حصيات بالكلية من تراكم للشوارد حتى. ومن أصعب الآلام يلي ممكن تصيبنا هي كريزة الرمل لا سمح الله، مثل ما بنسميها، يعني ما حدا بيتوقع هذا الألم، وصنف بعتبة الآلام المرضية بأنه يمكن يضاهي ألم الطلق عند الإمرأة يلي عم تضع مولود. لا ما في شيء بيضاهي. النساء فوراً النساء فوراً بتحيزوا. المشكلة يا ورد يعني الكريزة بتصيب المريض هيك عن جد، كريزة المرارة قريبة لكريزة الطلق، قريبة مش قدها. كريزة المرارة، كريزة المرارة تليها كريزة الكلاوي مثل ما قال ورد بالمرتبة، لكن ما في شيء بيعادل الطلق. ما في شيء بيعادل. الله يخلينا أمهاتنا. أنا ما جربت، عم بمزح قيصرية دكتورة، ما جربنا هذا الشيء. الله إلهي هون عي وأنسى فعلا. يعني منقول قديش منقول بواب الجنة بتكون مفتوحة. نعم. للمرأة اللي عم تولد لحتى تدعي إن كان لنفسها ولكل العالم اللي حولها. هيك تخيل قديش ممكن يكون هذا الشيء صعب. يعني بنرجع لموضوعنا اللي هو كريزة الرمل اللي بتصيب المريض فجأة بشغله بالطريق بأي مكان، وأعراضها جدا مزعجة عن جد. لهيك اليوم رح نحكي عن مشاكل الجهاز البولي عموما بس من الجانب التغذوي مع اختصاصية التغذية دكتورة ثواب الغبرة. أهلا وسهلا فيكي. تسعدي بس. أهلا وسهلا فيكي، كل عام وأنت بألف خير. إن شاء الله وأنت بألف خير يا ورد. دكتورة، شو بيكون عم نتناول أشياء خاطئة بالبداية ليتكون رمل وحصيات بالكلية؟ هل هو فقط الأكل اللي عم ناكله ولا في استعداد وراثي؟ طبعاً في استعداد وراثي، طبيعة أكل، وفي عندي حالة نفسية كمان، لأنه الحالات النفسية والحالات العصبية بتضيق المجاري البولية والتناسلية. هاي أهم شيء اللي بيهمني أمره من كل هالحكي، إنه فعلاً وقت بيقولوا لك تشربي مي كتير. هلأ المي الكتير في إلها ما مو قصة إنه ما عم نحدد، إذا كان في مشكلة بحص ورمل وهالأمور هي واستعداد وراثي لها، طبعاً بدي أنا فوق حاجة طبيعية ب 20%. نحن القاعدة الأساسية بنحكي إلها إنه كل 10 كيلوغرام من الوزن تحتاج كوب ماء. في حال هذا الإنسان تعرض لشيء اسمه مشكلة كريزة رمل هالأمور هي كلها حصى والأمور هي، بنزود نحن 20% من المعدل. يعني بيكون إذا بده مثلا وزنه 100 يحتاج 10 أكواب، بده يصير عندي إياه يحتاج 12 كوب. هذا هو المعدلات الهي. أما كروعة الماء بشكل مجهد للكلى، بنتبهوا إنه لكمان زيادة نسبة الماء بجسم بشكل مو طبيعي مجهد حتى على الكلى، وكل أطباق الكلى بيعرفوا هذا الشيء لأنه في بوابة فتح مصارف الماء هي الكلية. هلا اللي بيهمني أمره إنسان عنده بالفعل مثل ما قال ورد، في عنا استعداد وراثي، في عنا شو نوع الأكل، في عنا شيء اسمه كمان الحالة العصبية للجهاز البولي اللي بيحيط فيه. لكن ليش بنقول في مثانة عصبية، في مثانة، لكن في حالات الإفراغ ما بتكون المثانة تعبت لكن تطلب منه يروح على الحمام بيطلع نقطتين لأنه في منشأ عصبي غلط. ممكن لأنه يكون، وحتى في كمان عند النساء وقت بيصير ارتخاء هبوط مثانة ترتخي عضلة المثانة ما بتعود تحمل الوزن معين من البول، فبتحفز انها لتصير تتبول، فبصير تبول تمام متكرر ومزعج، واحيانا ما بتعود تلحق الانثى حتى حالها. يعني او حتى من هدول تبعات التبول لا ارادي. اللي بيهمني امره شو الشيء المهم هلا حاليا. انا بالنسبه في عنا استعداد، عندي يا حالات تكررت تشكل رمل او هالامور هي، لازم يكون يوميا في فنجان من الماء والليمون. الماء والليمون يغسل الحوالب، يغسل المجاري البوليه، ومعقم جدا، وفي نسبه فيتامين سي مضاد اكسده. هاي الامور بترفع مناعه الجهاز البولي. النقطه الثانيه تذيب الحصيات من نوع الاوكسالات، لانه حتى الحصيات لها انواع، في رمل او حصى من نوع حمض البول تبع البوله، وفي حصيات اوكسالات. إذا زاد الماء والليمون عندي صار فيه تصريف أكثر وإذابة لحصيات الأوكسالات. تمام. الماء والليمون كتير مهم.
هلا عندي مادة الشعير، ماء الشعير هو إذا كان في رمل أو حدد له دكتوره بالكلية إذا كانت من نوع بلورات البولة، إذا في بلورات بولة هي هي بقى توزاب بماء الشعير، لذلك بيحطوا طربوش هذا خود خلة وخود برت، هذا الحكي ما بيصير، أهم شيء إنك أنت تشخص شو نوع كل حالة وشو رملك وشو هالأمور هاي. أصبح الماء والليمون لحصيات الأكسالات، وحلا بيقول لك أنا شو بيعرفني، طب يعني ما بتعرف خود الاثنين شوف مين الدر عندك يا تحت عليه أكثر استخدمه، إذا أنت عندك يا مشكلة بالإجراء التحليل وإنك تعرف شو نوعيتها، رغم إنه لازم تعرف نوعيتها إذا كان عم تتكرر عندك الحالة. تمام. النقطة الثانية لرفع مناعة الكلية، رفع مناعة الكلية أهم عضو، هذا لازم فعلا يدلله البني آدم، لأنه هو ما بيعرف قديش عم يخدمه طول العمر وقديش هو العضو الكلية عضو صامت، يعني بيتوجع بشكل هي حتى يصير عنده بلغ السن الزبا يعطيك بقى المؤشرات تبع التنخيخات وتبع دخل هلأ ورجع نظام حياتك للخط الصحيح. تماما. فأهم هدية للكلية إنك تخفض نسبة عندك يا أو تشجع إنه ما يرتفع الكرياتينين، وظيفة من أحد الوظائف المهمة بالكلية هي الكرياتينين، أهم مادة غذائية نحن منقول عندها، حتى إذا كان في عائلة وراثية كانت عندها مشاكل كلية وإنت هلأ كليتك شغالة، ورغم أني أنا مع إنه الواحد يشيك على أموره كل فترة وفترة، أنا مادة في مادة نحن منسميها مادة الصمغ العربي، هاي المادة رائعة جدا لهضمية، يعني حتى نحن مو بدنا نقول عالشابين وعالطارين وهالأمور، هي ترفع وقاية جهاز الكلية، يعني إذا كان عنده إنسان كرياتينينه مرتفع وهيك لازم تفوت من ضمن نظامه الغذائي. لنفرض إنه هو ما بيفهم بهالأمور والأعشاب والأمور هاي كلياتها بالنسبة لنا، علم اللي جهاز الكلية يحتاج إلى ماء وليمون، الماء والليمون مو بس بيروح الأملاح تبع اللي هي، هو منشط رائع جدا لمنطقة الكلية عندي خاصة أنا بيب مالبكي. في كمان توت العلاق، توت العلاق له ميزة كتير رائعة، إذا واحد تكررت عنده التهابات المجاري البولية، ميزة توت العلاق إنه يمنع التصاق كريات الجرثومية للجرثوميات تبعات الجهاز البولي عنيدة جدا، لذلك بعد فترة بتلاقي إنه بلشوا بإبر التهابية قوية جدا ما عم تروح معهم، لأن هي تلتصق بجهاز البولي وهي عبارة عن وسط حامض رائع لتكاثر الجراثيم والعنقوديات تبعها، فبتلاقي إنك أنت أهم شيء إنه تعطي مادة تزلق جراثيم هاي. فمادة توت العلاق رائعة جدا، بيقولوا لنا منين منجيبها، هي فيها مستخلصات نباتية وصار في كتير أدوية نباتية بتحفز على هاي المادة هاي بالذات، هي بترفع عندك يا مناعة الحالب والمثانة والكلية على حد سواء. إذا نلخص بشكل سريع، الماء والليمون ومن ثم عندك يا توت العلاق، مادة الصمغ العربي إذا كان في عنا ارتفاع لمادة الكرياتينين، وعنا كمان ماء الشعر إذا كانت في أكسال في حصيات من نوع البولة وهالأمور هاي كلياتها تلاقي لها، وشرب الماء بطريقة تناسب جسمه. تمام. يعني مو بحيث لا زيادة ولا نقص، مثل ما حكينا 10 كيلوغرام بتعادل كاسة واحدة كل 10 كيلوغرام التهابية، منزيد 20% بالضبط على نسبة المشروبات اللي عم نتناولها. في كتار أشخاص بيعتبروا أنه أنا ما بشرب مي أبدا أبدا أبدا، بس أنا بشرب شاي عصاي وبشرب متة وبشرب عصير الشاي كل النهار، إجهاد للكلية. تمام. فهنا بيعتبروا حالهم أنه عم بيعوضوا نسبة المياه اللي لازم ياخدوا، وقديش بيكونوا عم يضروا جسمهم وجهازهم التناسلي، بالذات اللي عنده مشاكل كلية بده ينتبه من المشروبات اللي فيها الكافيين. منيح اللي نبهتي عليها يا مشتين. هلا الفكرة الأساسية، الكافيين مجهد للكلية، إذا أنت ما عم تقدر تروح فنجان قهوتك، أنا ما عم لك لا بس ما يزيد هذا الموضوع، وإياه ثم إياه يعتمد نسبة إكسار السوائل عن طريق العصائر وعن طريق المشروبات هي. يعني هلا ممكن انا اوصف لمريض كليه ممكن ماده نبات اسمه الاوريس، خاصه اذا بلش عنده ترافق عرض اسمه اعراض الضغط. نحن بنقول للضغط الجسم الانسان فيه عضوين مهمين بينظموه، هو عندك القلب وعندك الكليه. في حال نحن ما بدنا نفوت بادويه القلب وهالقصص هي كلياتها، اول ما يبلش عندك ادويه قلب حاول انك تعرف انه هدول طرحهم كلوي، هي الادويه هي مجهده جدا على الكليه. صحيح. فانت شو بتساوي؟ بتاخذ مغلي نبات الاوريس، هذا نبات الاوريس بيعمل عندك يا تنظيف للأملاح اللي بقلب الكلية اللي ما عاد تتصرفت، فبيخفف له الضغط. فإذا صار في تنفيخ برجليه أو في شيء إدرار مدر طبيعي، بحيث ما بيأخذ سلبيات المدرات الكيميائية، لأنه المدرات الكيميائية أول شيء بتهبط شاردة اسمها البوتاسيوم اللي هي مهمة جدا لعضلة القلب. فأي إنسان ترافق معه مشكلة كلية مع مرض ضغط، خاصة هدول اللي بيكونوا معهم سكري، لأنه السكري مجهد جدا للكلية، فأنا نحن بننصح بنبات اسمه القريص. تمام. بس عفوا ولو بدي أقاطعك، قبل شوي ذكرتي الماء والليمون وهلأ القريص،
كثرتهم هي ممكن تكون لها اضرار وهل لازم تتناولهم على الريق؟ ما حيقدر الانسان يكثر مشروب من نبات القريص، يعني انا مثلا اخذ بابونيش حطيت له شويه نبات قريص حتى يكون عندي عاده يوميه قديش بدي اشرب، لكن القهوه والشاي والمتة يكسر منها. تمام، فاياه يحسب هذا الهي لانه هو بالعكس عم يعمل اجهاد للامور هي. بده يعرف الانسان كمان في شغله الجهاز العصبي اللي بيتحكم بالجهاز البولي رهيب جدا، يعني بيتأثر جدا بهرمون اسمه الأدرينالين، يعني الإنسان وقت بيرتعب ليش بيقولوا له روح فوت على الحمام أو الأمور هي، التوتر الإنسان بيعيش بحالة توتر هو ما بيعرف إنه عم يجهد كليته حتى لو ما هو على طول بستريس هو على طول متنشن، يعني بفكر إنه الكلية معزل هذا هي لا لها مي وليمون بشرب لي شوية مي وقلل أملاح وقلل هي، الكلية من أكثر الأجهزة اللي بتتأثر عصبيا هي والمثاني، يعني نحن احيانا بيكون عندنا حالات انه حتى التبول لا ارادي عند الطفل عند الامور هي كلياتها نحن كثير بنعالجها بشغلات يعني مو مهدئات نفسيه شيء تخفف التوتر والستريس على الولد لانه بيكون غاببه ببدنه بترجع تطلع له بعدين في فترات معينه فهي الامور هي كثير بهمنا امرها النقطه الثانيه التهابات المجاري الابويه على المدى البعيد ترخي عضلة المثاني يعني هي مشكلة جدا هي مشكلة لا كثير السيدات بيعانوا منها أي إنسان بعد التهابات معينة بدها تروح تعمل رياضة كيف بتعمل رياضة بالجيم لعضلات الصدر لعضلات الظهر العضلة المثاني بالذات حتى تحافظ الأنثى على شبابها لازم يكون بعد إفراغ الحمام تقبض عضلة مثانتها وهي مثانتها فاضية وترجع تفكها تقبضها تفكها 10 مرات خاصة بعد سن 40 بعد وقت بده يصير انقطاع الطمس الشهري إنه الاستروجين يقوي عضلة المثاني عند الأنثى فهي العمليات مو إنه عمليات هي بتصير بتحافظ على حياتها لأنه ما بتتخيل الأنثى قديش تفقد خصوصية حياتها لما تصاب بأعراض التبول أكيد. المتكرر أكيد. روحاتها بتقل بتحس حالها إنه محرجة بتحس حالها إنه صارت مثل الولد الصغير بحاجة لشيء تغيير مستمر وهالأمور هي بتفقدها من خصوصيتها فهذا الجهاز كل ما مثل العين الرمداني بده يحافظ الواحد عليه متعرض أكثر شيء للالتهابات لأكثر شيء للإنتانات هذا مو سهل حتى أنا كتير بأكد على المغاطس تبع الماء والملح مو غلط أي حدا رايح على البحر يجيب عنده من ماء البحر النقي تماما يعمل مغطس من ماء البحر مو ضروري يروح يطلع على البحر اذا ما طلع على البحر وما عنده امكانيه يوصي كيف بيوصوا هلا عذرا منك كيف واحد وقت بروح على اراضي مقدسه بيوصي على ماء زمزم وهالامور هي ماء البحر ماء معقم رهيب جدا ماء طبي يعني يعمل منه مغاطس هاي المغاطس ماء البحر مثلا مغطس ماء الخبيزه هي مقويه على المدى البعيد لعضلات المثانه السفليه خاصه للاناث هي اذا كل شوي شوي الواحد حسيت حاله انه صار عنده التهاب بجسمه تاخذ دواء التهاب اي دواء التهاب بيفقد البكتيريا النافعة لأي مجرى مخاطي بالجسم فهي المغاطس تعيد الحيوية تبع البكتيريا النافعة لهي الأرانب تمام فهي بترجع بتقوى وبتنقبض والرياضة كتير مهمة للجهاز البولي فلا الواحد يتهاون فيها أبدا تمام فينا نستعيد عن مغاطس البحر بملح صخري مثلا نعم بس في مكونات بالبحر يعني إذا بقول لك رب العالمين وضعها طاهر مطهر يعني إذا بقول لك تعقيمة ولا قوتها ولا قدرتها على التنظيف وقتل البكتيريا أنا بحس إذا أول ما يبلش الإنسان بالتهاب مجال يعمل فورا مغاطس تمام. من مياه البحر هي يعني حتى ممكن ينحاس عليها يعني مو إنه شيء صعب أكيد. بس لكن أوكي. الفكرة ما لقى مثل ما قلت ملح صخري أو أي ملح الملح كتير رائع مغاطس الملح رائعة لا أوكي. شيء اسمه التهابات المجاري البولية تغذويا دكتورة شو منكم عم ناكل غلط ونجهد الكلية غير المنبهات ذكرتي الشاي القهوة سبحان الله كل شيء له علاقة كلية يعني ضغط يعني شوارد كالسيوم بوتاسيوم يعني انتبه لكل هالأمور طيب غيرها شو ممكن عم نتناول شغلات غلط أي شيء بيعمل حامضية للدم هو شيء غلط للكلية السكر الأبيض فورا بيعمل حامضية للدم تمام. هلأ الشغلات بتسبب حمض البول عندك ياهك اكسار منها نحن هلأ ما حات عنا فرط بتناول اللحوم ولا البقوليات بطريقة كتير فظيعة لكن نحن في عنا مثلا مشكلة انت بلشت كعب رجلك توجعك هل وجعة الرجلين دير بالك انه هاي الكلية عم تتآلم من قبل بس ما عم تظهر لك ايش فورا مي وليمون الشيء الثاني اللي نحن منقول كمان نحن الرمان رائع جدا لخفض حمض البول بالدم
الرمان ان شاء الله هلا هو مو موسمه هلا، بس يعني حتى يكون هي الماده كمان المفيده للكليه هو القرع الياطين. الياطين رائع لنسج الكليه، لترميم نسج الكليه. القرع ماده رائعه جدا لجهاز الهضم ولمية قصة وقصة، لكن اذا في تخريب او الواحد سبحان الله نحن نسيج الكليه اذا تخرب ما وتنفقت وظائفه ما في عاد خط رجعه لورا. فحتى ما يصير عندي رفع مقاومه نسيج الكليه هو بماده اسمها القرع، رغم انه البوتاسيوم عنه نوعا لا، بس يعني لكن نحن منقول حميه وقت بيوصل الانسان لمشكله فشل كلوي او قصور كلوي حميته من اصعب حميات الكره الارضيه. ليه؟ لانه مقسوم لا تاكل وصحيح لا تقسم وكل لا تشبع. تمام. نحن حد ذاتنا ما بنعرف نطلع بنلاقي قلبه عم يروح شوارده، مقيده جدا حميه الكليه من اصعب حميات التغذيه. نحن اللي درسناها بفتره دراستنا هي حميه الكليه بدها تنحسب على الورقه والقلم، ممنوع عنده تقريبا 70% من اكل الكره الارضيه لانه كلها فيها شوارد. فهذا وما بتلاقي لضمرت عضلاته لانه الاشياء المفيده للبنى الاخرى خارج ما عاد تفوت. لهيك لازم نتبع على كثير تفاصيل حتى مع حميه الكليه، حتى لو نحن تجاوزنا حدنا شوي مع الكليه مشان نحافظ على مثلا عضو القلب، عضو الكبد، عضو الدماغ، لانه نحن في اولويات في ترتيب امورنا. لانه وقت بنلاقي غذاء تعارض الكلية مع غذاء كبد من بدي غذاء الكبد على غذاء الكلية، لأنه في ترتيب بالأولويات بالأعضاء. لكن الفكرة إن شاء الله ما نوصل لهالقصة، فنحن من أكثر الأشياء هي القرع وشغلات اللي فيها الياطين كتير رائعة على الكلية. تمام. بما أنه بلشتي تحكي عن شغلات مأكولات مانا مشروبات، خلينا نحكي ونعطي معلومات دكتورة، شو هي المأكولات اللي ممكن لازم يبتعدوا عنها الأشخاص اللي عندهم مشكلة حصيات بالكلية، وشو هن الأكلات اللي بالعكس لازم إنه هن يكتروا منها؟ يعني قولا واحدا، اول شيء واحد عنده حصى، عنده رمل، عنده مشاكل كليه، المشروبات الغازيه اول خط بعد عنه اول شيء، يعني بده ينسفها من حياته نسف. الشيء الثاني اللي قلنا غير الكافيين والامور هاي كلياتها، الاكلات اللي فيها املاح، يعني اللي حتى في ملح، يعني مثلا انت بتاكل اكلك بملح تماما، بده يخفف الملح نوعا ما، لانه الملح الصوديوم بحد ذاته فصله وارجاعه واعادته، لانه هي اللي بتحدد نسبه الشوارد الكليه. تمام. شو بترتشح وهيك مجهد جدا الاكل اللي فيه الاملاح كثير كثير خاطئ. هلا نحن المخللات بنقول هي حد سلاح ذو حدين، قطعه مخلل منيحه كثير للبروبايوتيك للامعاء كثير رائعه، لكن ما نزيد الاشياء اللي فيها، حتى التوابل لازم قديشها مفيده. يعني انا لمريض كليه ما بقدر بنسف له كل التوابل ما عدا شغله بسيطه هي الكركم. تماما. الكركم لي اي شيء، حتى الاعشاب بدها تكون مدروسه لمريض الكليه، لانه مريض الكليه عنده قابليته للتعامل مع الاملاح بالدم كثير بطيئه. فلذلك وقت بتعمل له الا شيء الا عشبه ممكن تنعطى فيه غلط بتكون عنده بتنفخه، لذلك بده يكون حتى بعالم النبات وعالم الهيك كثير دقيقين، بدنا نخاف الله فيها هي القصه. ما يتوصف عندك اياها شغله تبع راس هيك بشكل عشوائي، يعني احيانا عطار ممكن يعطيكي دواء للرمل هو بيتوصف هو بكون مشكلته كليه، يعني بيخرب له الدنيا، يعني هاي بيقولوا له هاي بتدر لك البول بيروحوه على الاخير. يعني هي لازم تفهم حتى علم النبات له دوسه، حتى علم النبات له منحاه. انت شو عندك مشكله بيحطوا كل مشاكل الكليه والمجاري البوليه هي كجهاز واحد بيعاملوها، بيعاملوا الواحد مريض الرمل مثل معالج واحد عنده مشكله ارتفاع كرياتينين خربان بيت هي. يعني هذا بيروحوا بهذا، فالقصه انه لازم يكون شيء تعرف انت شو وضعك، وحتى تسأل طبيبك عن هذا بتقول له انه انا هذا بيجدني انا ما بيجدني، اخذت الدواء يومين ما نفعك، فورا روح قول، ما تخلي الكورس كله ينزل فيك، لانه نحن اغلاطنا حتى نحن كلياتنا معرضين للغلط بالتشخيص وبالهي، نحن بشر. الانسان اللي هو بحد ذاته هو بيعرف هو هذا واتى هذا ما واتى. صح، بالتجربه على مرات متكرره. طب دكتوره ختاما، طالعين من شهر رمضان والعروق نشفانه مثل ما بنقول باللهجه العاميه، بلبلوها بالعيد لا تخاف عليك مشي حاله، انت ادرى مننا عم يجوك على العياده وعم تشوفي المصايب. يلا معلش معنا للخميس، معلش معيدين الجماعه مثل قناه سما الفضائيه، كيف احنا معيدين احنا معيدين فالناس معيده معنا شغل بعد العيد بقى مش بعد العيد من السبت من السبت اللي جاي. طيب في ناس عندهم عداوه مع المي بيقولوا لك ما بقبل طعم المي ما بقدر اشربه بتعاني منه، يمكن دكتوره شو البدائل شو بقدر اضيف؟ بالفعل برد، يعني انا فعلا حطيت اذا في ناس عندها الغدد اللي هي موجوده المسؤوله عن العطش وراثيا، يعني شكل دي ان اه ما بتتنشط، يعني في ناس من خطوتين بتعطش، وفي ناس لتولول الكلويه تنشف عروقها لتقول لك انا بدي اشرب مي.
القصة بهيك حالة انت عندك يا بتعرف حالك، انت ما بتطلب المي، بتحط المي حدك، ما بتطلب المي، بتخلي المي قدامك، تعرف انت اذا شبت شفتين منه، وحتى لو ما لك رغبان انت عم تعمل عبادة. ليش عبادة؟ هذا حق جسدك. صحيح انت الانذارات تبعك مو شغالة، مو لانه جسمك ما بده مي، فهي بده ينتبه عليها، هذا يدرب حاله عليها. الفكرة الأساسية نحن عنا يا شرب المي كله طول عمرنا على كروعة، نحن وقت منطش منحط بطننا صار برميل مي. أما نحن ما بنعرف هي قاعدة المزمزة، كل شوي شوي الواحد حتى والله في أشياء أنا بحترم فيها الغرب، بحطوا أنية المي حدهم وين ما راح وين ما يجوا ركضوا وناموا قعدوا، هي أنية المي معهم، هي وين ما كان مثل جوالهم وأغلى أنية المي. هي كل ما هنالك تزرع هالفكرة بإنسان، أنت ما بتطلب مي بتحط المي، خليها عادة، هي خليها عير عادة. المنبه ما حتعمل لك شيء، ما حتعمل لك شيء هالشربة. واللي بيقول لك العصاير والمدري شو هي بدائل، هو إنسان لا يفقه من العلم شيئا. أنت عندك فرندا، شطفت مرة فرندتك بعصير بردان، نظفت لك إياها، ما بيمشي شيء دون المي. هي السحر العجيب فيها إنها هي لا لا مايلة لهون لا لا مايلة لهون، متزينة حتى ترجع توازن جسمك. فهذا هو هي فكرة سحر المي. ما ضل غير نتشكرك كثير لمعلوماتك اللي شاركتينا فيها، ودائما مستمتع بوجودك معنا دكتوره ثواب الغبره، اختصاصيه بالتغذيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك دكتوره، وينعاد عليك يا رب. ينعاد عليك.